السلام عليكم ماما، لاباس عليك؟ لاباس، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بخير عليك؟ لاباس الحمد لله. شنو غادي ديري لنا اليوم؟ اليوم غادي نديرو واحد الصابلي بالمراشم هادو. هاد المراشم هادو غادي ندير بهم واحد الصابلي بهادو. اوكي، غادي السلام عليكم المشاهدين. نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. نتاع الطحين تاع الفارينة، وعندي جوج بيضات، وعندي واحد اللي ما محكوكه غير الحك ديال هذاك برا ديك القشره، وعندي كاس نتاع السكر، نص كاس نتاع النشا، وعندي 250 غرام تاع الزبده. داكور، اي سا سي كو؟ وهذا شويه السيترون، غادي ندير غير واحد شويه نتاع السيترون فيه الليم نتاع سيترون. وغادي نبدا على بركه الله، نبدا بالزبده. بسم الله، غادي نبداو مع السكر. بسم الله معاه. بسم الله، راه فيها الملحه في الزبده، ما درتش الملحه فيها، انا دومي سال دي دومي سال. وغادي نخلطهم مزيان، ندير فوقها البيض. بسم الله، جوج بيضات. نخلط فيه مزيان، راني عاد نخلط فيه مع البيض باش يتخلط البيض مزيان، وندير هذا الزاست نتاع السيترون، هذاك القشور نتاع السيترون، القشور نتاع ليمونه، وندير شويه السيترون غير شويه فيه باش يعطيه واحد يقلع الزفوريه للبيض ويعطيه واحد النسمه زوينه. وهذا النشا، نص كاس نتاع النشا. بسم الله، ها هو الشطه الشطه اللي تخلط مزيان، نخلطو مزيان. غادي ندير غير نصها، ما نديرهاش كامله لخاطر هذا صابلي ما يجيش. هو درت نص ديالها، قولي فيها 8 غرام، انا درت 4 غرام، غير على حساب 4 غرام. ايوا انا نخلطها مليح، ونكوماسي ندير الطحين غير بشويه. فين مشى لي الكيلو؟ نشوف شحال تهز لي. لا كاين فارينه اللي تشرب، كاين فارينه اللي نبقى نخلط. تجي شويه، ما تجيش قاسحه، ما تجي شويه نورمال لينه. بالنسبه للخليط راني زدت 4 تاع المعالق نتاع الزيت، كنت نسيتهم في الاول. تقدروا تزيدوهم اما مع البيض ولا مع ديريكت في التالي، ماشي مشكل. وصافي غادي نخليوها ترتاح شي 15 دقيقه باش تجمع روحها مزيان، ونبداو ان شاء الله. راني درت لها بابيي كويسون، ها هو هكا درتها هكا، ودرت لها بابيي كويسون باش نسرح هكا، ونبقى نسرح فيها باش نديرها رقيقة. صافي غادي نبداو ندلكو لاباط ديالنا، نسروحها مزيان حتى تكون شوية رقيقة. باش نديرو الديكور ديالنا، غادي يكون ديكور تاع المراشم فيه جوج جهات، تبعو معايا.
صافي وجدنا البلاطويات ديالنا، غادي ندخلهم في الفرن مده 10 دقائق على درجه 180 وحضيهم ان شاء الله، حضيهم في ساعه يطيبوا ونوليو عندكم للطريقه التزيين ان شاء الله. صافي لي بسكوي ديالنا وجدوا وكما كتشوفوا ما خليناهمش يحمروا بزاف، صافي غادي نديروا لهم الكونفيتور. ما ديروش بحالنا درنا اكثر من القياس، ديروا غير شويه في الوسط باش يلصق لكم، وبعد هذا الشيء غادي نديروا له سكر كلاص الفوق، غادي يجي زوين وغزال بزاف. غادي نبداو الناباج، غندير له شويه الناباج باش يبقى يبريي. داكور سي دي غلوكوز ترانسبارون، ندير له شويه هاك، ندير له كاع هنا هكا، ندير شي وحدين نوريهم لك. غادي نجيب شويه الكونفيتير نتاع الفغاز اللي طيبتو يا انا، ندير فيه شويه ميلي. ها هو الكاطو ديالنا، ها هو معدل في الصينيه وراه جا ما شاء الله، ونتمنى يعجبكم ان شاء الله. و فريمون جا مانيفيك، جا مليح، جا مخير من داكشي. جربوه جربوه وديروا لنا لايك وديروا لنا ابوني ونطلبوا الله يعجبكم هذا الكاطو، راه من داكشي الكاطو ديال العيد هذا فريمون سي مانيفيك.